المدارس بكربلة خاصة الأحياء الشعبية كل صف كم طالب؟ مو كم طالب، لأنه حتى المعلمين والمعلمات قاموا يسوون رحلات يعني خشب يشترون ويسوون وما ماخذتهم وبالقاع قاعدين. هاي شلون راح يقسمون الصف وكم وجبة؟ يعني يحتمل حتى 80 بالصف، 60 80 70 هاي وين ودوها؟ شلون هذا يصير؟ هذا بالابتدائي. طيب فما ادري حلها شلون، انا ما عندي طفل بس انا عندي حلم بهاي الشغله وعندي لا بالتالي انه بالتالي انه كلهم ابنائنا يعني طلبهم يعني كلهم ابنائنا اعزاء علينا. انا حقيقه يعني من شفت قاعد يوم اشوف برنامجك والله برنامج جزيلاً. محترم شكرا جزيلا. قلت يعني هاي شلون يعني عندي بنت ما راح اوديه.